ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ فاكرين لما عملت فيديو من شهر تقريبا وقلت لكم اللي انا بشجع حد انه يبتدي النظام علشان الهيربيز؟ اوكي، تعال نشوف بعد شهر النتيجة بقت عاملة ازاي. عندنا فوق الاي جي ام اكتر من 3.5، يعني الاي جي ام اللي هو الفيروس نفسه اكتر من 3.5، يعني اي رقم اكتر من 3. هو المعمل ده بيجيب الارقام اكتر من، مش بيجيب الرقم بالظبط. اوكي، عندنا الاي جي جي تايب 1 مش موجود، فالاصابة هيربز 2 بس. تمام، واحد مش موجود، اقل من 0.5، وانت عندك هنا اقل من 0.7 يبقى نيجاتيف. اوكي، وعندك تايب 2 اكبر من 8، وهو انا بيقول لك اكبر من 1.2 يبقى بوزيتيف. اكبر من 8 ده انا اتوقع له من 12 ل 20، يعني كان عندنا الاي جي جي 12 او 20 بس هو هنا معمول اكبر من 8، وكان عندنا الاي جي ام هنا 3.5. تعال نشوف بعد شهر بالظبط من نظام مع الفيتامينات والأكل الدنيا اتغيرت ازاي. ده التحليل اللي لسه طالع من كام يوم بعد شهر من النظام. عندنا ال IgG1 كان أساسا نيجاتيف، فهو مفيش IgG هيربيز 1. هيربيز 2 عندنا ال IgM اختفى، يعني HSV IgM اختفى، بقى أقل من 0.8، معناها اللي هو اختفى تماما. اوكي، فكده الشخص ده تخلص من الاي جي ام تماما. تعالوا نشوف بقى الاجسام المضادة اللي هي كانت اكتر من 8 بقت كام؟ بقت 3.7، يعني 3.7 بالظبط. اوكي، فدي نتيجة قدامكو في شهر. اوكي، صاحب التحليل او صاحبة التحليل بالكلام النهاردة مبسوطة جدا، طايرة من الفرحة، مش مصدقة نفسها. كانت بتقعد تقولي، طبعا زي ما كل الناس كانت بتقول لكم، انتوا ازاي تاخدوا معلوماتكم من عند حد من على النت؟ الكلام ده صح مش غلط، بس في ناس بتجرب، في ناس بتقول هجرب مش هخسر اي حاجة، هخسر ايه لما اخد فيتامينات واكل اكل معين لمدة فترة واخلص. ده تطور الحالة من اي جي ام اكتر من 3.5 لاي جي ام نيجاتيف، وعندك هنا اي جي جي 8 اللي هو بقى الاي جي ام اختفى خالص، والاي جي جي نزل من اكتر من 8 بقى 3.7. تمام، بعد شهر كمان هي مكملة على النظام عشان نخلص من الاجسام المضادة تماما. ان شاء الله بعد شهر كمان او شهر ونص تعمل تحاليل ونشوف التلاتة ونص ده. احنا دلوقتي شغالين على التلاتة ونص دي اللي احنا ننزلها، انت فاهميني؟ اللي هي 3.7 دي، فاحنا شغالين على الموضوع. بس دي تطورات حصلت في شهر، يعني اي جي ام اختفى، اي جي جي نزل من اكتر من 8 ل 3.7، مكملين في النظام. محدش بقى يجي يقول لي، يعني لما انت تمشي على النظام وتوصل للنتيجة دي، مفيش حد يجي يقول لي ايه النظام غلط او النظام مش صح او ايه الهبل اللي بيتقال ده. لا، انا بثبت بتحاليل وبثبت بنتائج محطوطة الناس بتخف ازاي. تمام، فاللي ضيع الاي جي ام ونزل الاي جي جي هيضيع ال 3.7 ده، وان شاء الله لما الشخص ده يخف تماما هنزل لكم فيديو كمان. بس بيقولوا ايه بالمثل، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، انت فاهمني؟ فما يبقاش قدامك النتائج عاملة كده وتيجي تقول لي ايه، لا النظام مش صح. يلا باي باي.